السلام عليكم، شو اخبارك؟ تمام. رجع لكم الحين اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتله تيك توك. هذه اخر فتله بتكون برمضان. الحمد لله انه عدى رمضان بخير وبسعاده، وان شاء الله عدى لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. لا كذا. طيب هذه اخر رياكشن. المقطع اللي بعده بينزل قبل العيد بيوم، راح يكون احصائيات على رمضان كامل. فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تغوصوا معي كامل. طبعا يا سناب بعد صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو نبدا المقطع. بلايند ديت شو، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. احكي لك شغلي. احكي. تعرف انه هذا اول مره اطلع ديت؟ واو، ام ارتاحت لك كثير. يا الله يطول في عمرها. بدي اسالك سؤال. تفضل اسالي. لو خنتك مع ابوك شو راح تسوي؟ راح اعلم امي. طيب عندي سؤال ثاني. فضل. لو فتت ولقيتني نايمه مع صاحبك شو راح تعمل؟ راح ازعل كثير. ليش راح تزعل؟ لانه اجى بدون ما يقول لي. اسمعي هلا يا عيال، هذا اسمه مقراس رهيب مره 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 رهيب. وبعدين سالفه ذا بلايند ديت شو، اقسم بالله العظيم من اخس البرامج والعنهم. برنامج خايس بكل ما تحمله الكلمه. مو خايس، برنامج خايس بالاخير. والله العظيم اللي طلعه او اللي فكر فيه مدري ايش كان يفكر فيه. عزيز يقول ما راح يجي لين ما يوصل 94. وما هو ماكل، ما هو ماكل، ما هو ماكل. تعال يا سيدي. كم نسبة؟ انا بروح اجيب لي مويه والقى مكاني مو ماخوذ. لا لا لا، بيناخذ مويه معك. والله ما حد ياخذ مكان. جيب لي مويه معك. والله بيناخذ. جيب لي مويه معك. والله ما اروح. الناس بدها 2 مليون تستاهلوا. 20 بلاي ستيشن 4. لحظه نرجع الذكرى. هل سحبت العشرة بلاي ستيشن؟ طبعا يا جماعه الخير، هذه العشرة بلاي ستيشن سحبت ولا لا؟ من عزيز بمناسبه 2 مليون. والله صرفهم. فشوف شوف المقطع صراحه. حريف الرزيعه في طوائف الشيعة الجزء الاول. انت اللي بتدفع لي يمين ثلاثة. انا مسيع دمك. مش حسين ابو، مش حسين ابو، اخرب بيتك. كنت هتموتني يا هريدي. دي موجودة في صحيح مسلم. اسمع يا جاهل، انا عثمان بن ابي العاص بيقول انه كان الشيطان يقول اثناء الصلاة، فقال له رسول الله ذلك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسست فتعوذ بالله منه. يا هير اللي قاعد يضحكني، يعني شوف الفرق بين الشيوخ المسلمين والمعممين الشيعة. وما عليك من الذبان، مدري ايش سالفة الذبان. في عندي ذبان هنا واحدة صراحة، انه حنا شيوخنا محترمين ولهم اماكنهم ولهم سمعتهم. دول قاعدين مثلون. متى بعمرك شفت شيخ يمثل؟ انا اي شيخ بالنسبة لي يمثل هذا. خالي انت قاعد تسوي سوايب للهواء، بتغير هواء الغرفة ولا ليش؟ هاي يا ولد اختي. هاي يا خالي. العام الماضي كنت اصوم الى الظهر، الحين الى العصر تعب. يا خالي الهدية ذي اخر مرة انقالت 2003. يبغى لك تنزل تحديث جديد على حس الكوميديا عندك. انت عمرك 21 سنة، فبالتاريخ تعرف بالتاريخ. بس السؤال قديم تعرف؟ اي شوية ان شاء الله. شوية ولا وايد؟ لا وايد ان شاء الله. وايد؟ اي وايد. زين قول لي ترتيب دوري ابطال، دوري ابطال اوروبا من سنة 80 ل 90. من 80. طب انا اقول لك اياهم. برشلونة، انشيلوتي، عبد الشكناني، ريال مدريد، اسبانيا، بلجيكا، نروح على الهلال، ريال مدريد، فرنسا، بارلوس كوفار، فلسطين، شو اسمه. انا صراحة كذا قدرت اجيبهم 30 ثانية، ما عاد صراحة. قولي اذا الاجوبة صح ولا لا. حلوين؟ وش دخلك الملقوبة؟ يا عيال ترى هذه اختي. وانا الحين اقول نتعشى ونجي. لا يا شيخ انا يا عيال مسلسل شباب البومب بالنسبه لي صاير من اخس المسلسلات. تابعت الحلقه الثانيه عشان فالكونز، عشان تعاون بينهم. ما مسلسل صار فاشل بعد ما دخلوا بويات بالنسبه لي يعني. ها مصعب، بو ما بالمطبخ؟ بو بو يعني ايش بو؟ تخيلت كلامكم حلو. كيف بو ما يعني ايش؟ ايش فيك عليا؟ عليا؟ ايش يعني عليا؟ عاليه تقولون عاليه؟ ليش تتكلم كذا؟
انت يعني لهجتكم عربيه؟ الحين انتوا تاكلون كراث كل يوم؟ والله طعيم لا يفوتك. طعيم طعيم ولا والله يبي لها كشته وتسده حول احياء الجو مع الهلي والرصب. مو بلازم تفهم انك تتكلم قصيمي. عارف قصيمي ايش فيك انت؟ عارفن انا عارفن قصيمي ولا شفت؟ عارفن عند ابواب القصور فرصة. حتى سيارتك فخمة يا أخي كيفتو كذا صني قربت منه 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 هنا سيدة ولا كلمة صح الله أنك غيران علي. من هنا أنك غيران منن خليك بس أنا أحب القصمان وأحب لهجتهم. تحية أستاذ علي شو اسمه أخساز اسمه علي اسمه على الهويشل ما ادري اتوقع ما يمكن ما ادري كذا اسمه مو من القصيمي. تحيه كبير تحيه لاهل القصيم كله تحيه للسعوديه كامله. الفيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا هذا يحدث لإيلاف قريش؟ ها فجعلهم كعصف مأكول ليش؟ ليتألف الله قلوب قريش يدخلهم التوحيد لإيلاف قريش. حتى بعض مشايخنا كان يقرأوا فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هل هذا اسم الشيخ أحمد حمادي؟ من أفضل مفسرين القرآن بالنسبة لي. صوته رهيب كذا ويربط لك القرآن مع التفسير شيء رهيب ما شاء الله عليه. في هنا دبانة بدي أقوم ألعن أمها بتكلم تجي على قطر. لا 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 لا. هذا الشخص مونيل عمره 36 سنة رجل تحول إلى امرأة. قال رجال يومين هذا ما وكل عيش خل أختصر الأمور وتحول إلى امرأة وكبر الخلفية وتزبط الأمور. وفعلا تحول إلى امرأة وكبر خلفيته وعجب الوضع وبدأ يكبر خلفيات نساء أخريات. ولكن ما طول الموضوع معه ومسكوه وسجنوه سنة لأنه يمارس الموضوع بدون رخصة. بعد ما طلع خوينا أبو الشباب قصدي خويتنا أم الشباب تحسبون استسلمت؟ لا انتقلت إلى مرحلة أخرى مرحلة أخطر. بدأ يحقن زباين مواد يشتريها من محلات سباكة زي سمنت وغراء وسلك يحطون على الأطراف وغارة برضو حق الكفرات. وهذه واحدة من زباين حاقن وجهها بسمنت وغارة في مؤخرات لكن ما اقدر احطها لكم. ويوم الايام واحدة من زباين استغفر الله العظيم عشان يعرفون انه ما يجوز تلعب حق القطرة جدول اليوم الشباح كيس سمنت ب40 ريال مع موية من الحنفية واحقن امهم استغفر الله العظيم. دكتور كامل بعد اذن حضرتك مامتي وهي بتنشر في معلقة اوقات عندكم ماما يا هل بس بدي اقول شيء كذا رايي بس هذيك هذه زوجة هذا اللي هذا اسمه حمدي المرقني وهذيك اسمها اسراء عبد. هذين اثنين زوجين حلو اثنيناتهم قاعدين يمثلون طبعا راح يطلع عمل جبار بس بالنسبة لي اتوقع منها خس الاشياء انك تدخل مرتك في مجال عملك خصوصا اذا كان مجال شهرة. يب. بالنسبة لي انا ما ادري انا بكرة مستحيل اتزوج لي واحدة مثلا مشهورة او شيء حتى لو انا ما كنت مشهور انا مستحيل اتزوج لي مشهورة. هل دقيقة شوي بس افتح شباك برضه يعني بدي العن عرضها كلب
علي بل طيب تعال انا وين لا 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 الكلب تعال اطلع اطلع هذا كنت رجال اطلع تعال برا حد ما حد يستضيفك ببيت واجرب حمام فكرني خراني استغفر الله العظيم طب كلمت على قمر الغالي ما وصيتهم الغالي الزير يمه شوق زعلان اليوم نزول همه أغاني الشاوية توب من الأخير أقوى معالج للألعاب جربنا معالج انتل الجيل ال14 اللي هو i9-1400K وهو أفضل معالج من الشركة لتجميعات الهاي اند ويجي ب 24 نواة حرارة المعالج مقبولة وبالعادة ما توصل 40 درجة يا اشتركوا عشان تجيني فلوس واشتري هذا وين رايح؟ جبت لكم طعمة هذا مو صحن البارح؟ لا يا هذا جديد اليوم سوينا نفس طعمة البارح طحش هاكم هاي الطعمة لكم تابع روح لوعدكم لبيع هو فاطر أنا فاطر يا مغبون مرضان مرضان يقولون المرضاني يؤديهم بعض يوم بس شلون الطعمه بالله شلون الطعمه طعمه البارح البارح اليوم جبتونا مو هاي مو هي نفسها رجع ثاني وما فعلنا ريده دور تعال تشوف تعال انقل على الحياه قبل انقل امشي بعد معاين قبل ما خلص الفخذ قبل ما خلص الفخذ يا الحاج امي تقول ايه اقولها ما 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 بعثونا اكل صحنهم شنو يعني استغفر الله يا عيال هذول اللي يعجبوني هذول قدوتي كم شهر شويه والله العظيم منهم اساطير يا عيال ترى هذول قاعدين يقلدون الاطفال شويه اولي يعني قديم بس يجيبونها بالضبط كذا دائما تلقى الطفل يشاوي مفطر ويقول لك عادي انا مرضان هذا هو متجر فالكون زي ما انتم شايفين ذا بندريتا وهذه باد في لاعبه فالورانت فالورانت والشباب هذا البلوفر واحد شنو بخفيف حرام قسم بالله عم القهر معليش فالكون معليش انا معكم بالفريق تجيبون ذا شنو بخفيف ما عندي زلف معليش ما عندي زلف ونظارات واسخة ليش ما تعطوني انا يعني اقلها 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 اعطوني مقاس سووا لي مقاس وانا اجي اصور بداله يعني ما حد يعرفه ما حد يعرفه هذا بندر وهذا معنا بالفريق لاعب وهذا معليش 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 جيب المكسيكي جيب المكسيكي يلبس جنس البس جنس يلبس جنس ويصور بميرش معليش لابس جنس لا لابس جنس لا لابس انا يعني لابس كيس زباله هنا لابس جنس معليش ايش الكلام هذا اقرا ام القهر اقرا ام القهر اقرا ام القهر وانا ما حطوني وانا ما يجيبوني البس السبب والله ما في مقاس لا يا شيخ لا يا شيخ طبعا بندر احلبيني يا الغرام احلبيني ها حطوه في كل مرش حاطين حق فالكون بندر رايد يلا ما اقول شيء ما اقول شيء يعني الحمد لله رايد مصورينه من فوق الرايد ما يلبس الا شورتات خايسه حق التايلند وهذا هو الجيرسي ويلا وريني من لابس الجيرسي يلا خذ لك يلا يلا خذ لك اجنبي لكم معنا صح معنا بفريق هذا لاعب واضح انه كويس ده بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 ايش هذه؟ هذه عدد اسنان المكسيكي ايوه 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 اسنان الصورة المكسيكي السلام عليك هذه تقدر تصورها في شوارع بومباي والله ان المرش عند مكسيك اسطوري والله انه خارق والله انه خارق خارق والله خارق جدا والله يا يعني. هنا اودن عض شيء هو اللي فاتح ثمه فاتح ثمه ومد ايم تحديد اودن من فوق شوف سبحان الله ما شاء الله تبارك الله تحديده غريب فوق الاذن اسطوري 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 وهذا حق ابو عبير يا واد ابو عبير ابو عبير كيف كيف خرافي خرافه وجنس بعد ابو عبير ام الفالكون جنوس تونس تعب انا ليش كلهم جنوس
علي لا رايد شو وجهك ايش رايد ورجعي ولا ارتحت وربك يا ابني خفت رايد دائما يبتسم ليش معصب ليش معصب اوه ولا وضعية الموديل مود اوكي جميل يا عيال للي اكثر مقطع ضحكني من بداية رمضان انا يعجبني للي يعجبني مرة كنت كاهن زمان وعفد دينامون شفتك آية الله وكفرت باللات إذا ماتت زليخة بحب بن يعقوب عليك من القهر ما تنزليخات وإذا عيسى ابن مريم سوت أم عجاز هزت جذع نخلة وطيحت تمرات انت بمولدك طاح الفلك للقاع مدرش هزت أمك طيحت نجمات باقي ما تعرفوني صراحة يا عيال ما أدري إيش حكم قول الشعر هذا ما أدري صراحة بس حفظته لأنه حسيت رهيب كذا بس ما أدري إيش حكمه كيف كانت بدايتك؟ بدايتي كانت أغسل شعر زي أي شيف بدايته يغسل صحون طيب ليش عطلتك يوم الاثنين؟ إيش معنى؟ مش حكينا هذا السؤال ما تجيبه؟ لا لا وقف تصوير هذا السؤال ما بنجابه كم حسابك بالبنك؟ قبل العيد ولا بعده؟ طب أنت برأيك شو؟ دقيقة أنت مين الحمار اللي حالق لك؟ انت نسيت الاسبوع الماضي هلا راح نسلمك ظرف فيه صوره لحدا تعرفه احكي لنا عنه اخ هذا استاذ الرياضيات كان دائما يحكي لي عمرك ما راح تنجح وما حد راح يساعدك والكل راح يحلق لك وهيني انا اللي بحلق له يا عيال هذا خالد رهيب رهيب مره 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 يعني بالنسبة لي من أبدع المبدعين الأرادنا مرة مبدع الشيخ ده يا عيال هذه آخر حلقات ما أدري إذا عجبتكم إذا لا بس إذا عجبتكم اكتبوا لي تحت إذا ما عجبتكم برضو اكتبوا لي تحت لما تعجبوا بالسطر طبعا وإلى هنا كسونات الحلقات صلى لك اشتراك وصلت الجزاء صندوق وسط طبعا عندي الكام طبعا ياسنا بعد صلنا على النبي سبحان الله وحن سبحان الرحيم ولتكو نبدأ المقطع طن لا لا ولتكو لا يا عيال بس ودي أقول شيء ترى ممكن تكون هذه آخر مقطع رياكشن في القناة كان يعني بوقف القناة وممكن تكون بداية جديدة ما أدري لكاتب والله بدي يصير ومع السلامة.